السيد الرئيس اللي صار اليوم ما يلزمش يسكتوا عليه. أول حاجة ساعة أخونا سي كمال ما خذاش رأي ضد، خذا رأي معاه. وأكثر من أنه خذا رأي معاه، اليوم تم تمرير مشروع يتنافى مع الدولة المدنية، صلب المداولات. السلطة للشعب مش سلطة للقانون، السلطة للشعب يمارسها عبر ممثليه بانتخابات نزيهة. الأولى السيادة كاملة للشعب، هذا يتنافى مع مفهوم الدولة المدنية. نحن اليوم قاعدين نزكيه في مشروع حركة النهضة صلب الدستور، وأنا أرفض هذه الطريقة. أنا مش ضد المشروع، ضد أنه يتعدى بين السطور، ضد أنه يتعدى بالسرقة، ضد أنه يتعدى باستغفال الجميع. هذه الأولى. ثانية، قدمت مقترحات السيد المقرر عن الدستور، فاجأني قال لي مش نقبلهم. بأي حق ما يقبليش مقترحات نتاعي؟ بأي حق مقترحات تدخل؟ خاطرني حطيت العدد الرتبي، حطيت الفصل، وحطيت شكون صاحب المقترح اللي انا مش ندخل ضده. فحبيت نقول له وقلت له العدد الرتبي ما هوش شرط صحه، هو شرط شكلي، شرط اثبات، ما هوش شرط صحه. فسيد الرئيس اذا ما لقاش توافقات نتاعي ولا مقترحات نتاعي ترجع للقرعه وتتخلص، هذا راهو اسمه معناتها حيله، واسمه حيله باش يقصي اصوات تنجم الزرجم. هذه الاولى.